ثم انتقل إلى الشبهة الثانية فقال: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناماً؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال: الكفار يريدون منهم. هذه الشبهة الثانية، وملخصها أن هذا قال أن الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار عليهم ومحاربتهم وقتالهم قوم كانوا يعبدون الأصنام، والأصنام لا شبهة في عبادتها، ولذلك حاربتهم الرسل. أما هو أي المشرك فيصرف العبادة إلى الملائكة والنبيين والصالحين الذين في عبادتهم نفع، وهو طلب جاههم وشفاعتهم. اتضحت الشبهة الثانية؟ اتضحت أو لا؟ الشبهة الثانية هي أنه قال الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وأنكر عليهم ما هم عليه من الشرك هم قوم عبدوا الأصنام، وأما هو أما المشرك فإنه لم يعبد الأصنام، إنما توجه بالسؤال لمن له جاه عند الله سبحانه وتعالى يطلب منه الجاه والشفاعة. ففرق بين من عبد الأصنام وبين من ففرق من توسل بالأصنام وطلب الشفاعة من الأصنام، وبين من توسل بالصالحين وطلب الشفاعة من الصالحين. ففرق في الشرك، ففرق بين الشرك بالأصنام والأحجار وبين الشرك بالصالحين. واضح؟ هذه شبهته. يقول رحمه الله: فإن قال هؤلاء الآيات، يعني الآيات التي فيها النهي عن الشرك والتحذير منه وبيان عاقبة أهله، نزلت في من يعبد الأصنام دون من يعبد غيره، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ واضح الإشكال؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله. جاوبه بما تقدم، يعني في جوابك عليه في الشبهة الأولى، وجوابه في الشبهة الأولى ملخصه أن المشركين إنما عبدوا من عبدوا لأجل أي شيء؟ لأجل طلب الشفاعة والجاه. فجاوبه بما تقدم. إذا تقرر ذلك يقول: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ما قصدوا إلا الشفاعة، هذا ممن قصدوا إلا الشفاعة، فهذا مكسب. إذا أقر بذلك الآن سقطت عنا الشبهة الأولى. الآن يأتي في الجواب على الشبهة الثانية ويقول:
ولكن إذا أراد ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعله بما ذكره، وهو من إيش؟ ما الذي ذكره من التفريق بين الأصنام وبين الصالحين؟ فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم. إذن القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، بل وقاتلتهم الرسل جميعا، يعني هم قوم وقعوا في الشرك في الصالحين والشرك في الأصنام وغيرها من أنواع الشرك. والدليل على ذلك قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. هذه الآية فيها بيان أن الذين يدعوهم المشركون هم قوم يتعبدون لله سبحانه وتعالى ويطلبون القربة إليه، وهم الملائكة والأنبياء والصالحين. وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه الآية في اسم الإشارة في قول أولئك، قال المراد به الجن، ورجح ذلك الطبري. وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أن الآية تشمل الجن وغيرهم ممن دعي من الصالحين كالملائكة والنبيين وصالحي الجن. فالآية دالة على أي شيء؟ على أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون إيش؟ ويعبدون الصالحين والأولياء. قال: ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. واذكر قوله: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وفي هذا أيضا إثبات أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الجن والشياطين، نعم الجن والشياطين، ويعبدون أيضا الملائكة، ويعبدون عيسى، وبعضهم يعبد عيسى ابن مريم. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن المشبه الذي أشرب قلبه حب الشرك يراوغ، ولذلك قال: فإن قال هذا مبدأ ذكر الشبهة الثالثة. تفضل. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. وقفنا على الشبهة الثالثة، وهي قوله رحمه الله: فإن قال، نعم، فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. ملخص هذه الشبهة الثالثة هي تكرر الخطأ في الشبهة الأولى، وهو ظنه أن التوحيد الذي ينجيه هو إقراره بأن الله سبحانه وتعالى هو النافع، أنه لا نافع إلا الله ولا ضر إلا الله ولا مدبر إلا الله. والإقرار بهذا لا يزيد عن أن يكون إقرارا بتوحيد إيش؟ توحيد الربوبية. ثم إنه فرق بين ما وقع منه وما وقع من المشركين بقوله: إن المشركين يريدون منه، ولسان حاله يقول: أنا أريد بهم،
لأنه قال ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فهو يريد بهم وأولئك يريدون منه، أي أن الكفار يسألونهم ويطلبونهم جلب المنافع ودفع المضار، وأما هذا فهو يقول أنا أريد بهم، يعني أتوسل بهم لتحقيق مطلوبه. فالجواب على هذه اتضحت الشبهة؟ نعم. الفرق بين الأولى وهذه أن الأولى اعتمدوا على الجاء، وهنا اعتمدوا على الشفاعة. هناك قال لهم جاء، أن الصالحين لهم جاه وأنا مذنب ليس لي جاه، فهناك نظروا إلى الجاه وهنا نظروا إلى الشفاعة. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذا عين ما وقع فيه المشركون. ومن المشركين من كان يطلب منهم ويقصدهم، ومنهم من كان يطلب بهم، ولا فرق في ميزان الشارع بين أن تطلب به أو تطلب منه، فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى العباد عن جميع صور الشرك وأنواعه. ثم قال رحمه الله واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عنده. وأنت يا أخي إذا تأملت هذه الشبه الثلاث وكان عندك معرفة بكتاب الله، بل بشيء من كتاب الله وشيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تبددت هذه الشبهات وصدق عليها قول الشاعر وكل كاسر مكسور، فليس فيها متعلق، وإنما هؤلاء كما قيل يتعلقون بأشعة القمر، فإنهم يبحثون عن أدنى متعلق يبررون به شركهم وما وقعوا فيه من عبادة غير الله، ويعتمدونه في المواقعة ما أشربت قلوبهم وهو الكفر بالله تعالى والإشراك به. وإلا فهذه أدنى من عرف وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى يعلم أنه ليس فيها مستمسك وليس عليها معول. ثم قال رحمه الله فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. ثم بدأ الآن بذكر فروع من الشبهات أو أنواع من الشبهات هي دون الثلاث الأول. فأول هذه الشبه التي تعتبر فروع عما تقدم هي ما قاله رحمه الله في قوله فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهكذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقوله قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة، فقل له إذا أقرت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله تعالى؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة
وهذا ظاهر جدا. طيب الشبهة الآن إيش؟ يقول أنا ألتجئ إليه، والالتجاء ليس عبادة. أنا ألتجئ إليهم والالتجاء والدعاء ليس عبادة. فمناقشته ستكون كما يلي. فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها. أما دلالة هذا فلا أظن أحد يؤمن بالله ورسوله ينكر أن الله افترض عليه إخلاص العبادة، لأن الله نص في كتابه فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما كونها أي كون هذا وهو إخلاص العبادة وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى حقه، فكما تقدم لنا في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهي أمره وهي حقه سبحانه وتعالى. فإذا قال نعم أقر بما قدمت، فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. قال الشيخ رحمه الله: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. لا شك الذي يقول إن الدعاء دعاء غير الله سبحانه وتعالى ليس عبادة لا يعرف العبادة ولا أنواعها، ولذلك لم يترك مجالا له في الجواب، بل قال رحمه الله: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، لأنه تقدم هذا من أصل ما أورده من شبهته التي أوردها. فبينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. بينها له بما أنكره، بما أنكر أنه عبادة، فإنه أنكر أن الدعاء عبادة. ونحن قد تقدم لنا ضابط العبادة، فقلنا العبادة هي كل ما أمر الله به ورسوله. انظر إلى هذه الآية، قال الله جل ذكره: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. هذا فيه الأمر بالدعاء، فثبت بهذا أن الدعاء عبادة. واعلم بارك الله فيك أن الدعاء في القرآن يرد تارة ويراد به دعاء المسألة، ويرد تارة ويراد به دعاء العبادة، وهما متلازمان، هما متلازمان. فإذا ورد في موضع دعاء العبادة فإنه يتضمن دعاء المسألة، وإذا ورد في موضع دعاء المسألة فإنه يتضمن أو يستلزم دعاء العبادة. ولذلك فسر كثير من أهل العلم الدعاء هنا بدعاء العبادة بدعاء المسألة، وقال بعضهم إن المراد هنا دعاء العبادة. ولا ضير، إذ أن كل منهما يشمل أو يستلزم الآخر. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فأمر الله سبحانه وتعالى بدعائه تضرعا وانكسارا وخفية دون الجهر من القول. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ يعني هل تبين لك أن الدعاء عبادة أن الدعاء عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم. لماذا لا بد أن يقول نعم؟ لأن العبادة هي كل ما أمر الله به ورسوله، وهنا أمر ظاهر لا إشكال فيه. ونحن لما نقول كل ما أمر الله به ورسوله يشمل أمر الإيجاب وأمر الاستحباب. ثم قال: والدعاء مخ العبادة. هذا أيضا في الاستدلال على أن الدعاء عبادة. وهذا الحديث رواه الترمذي وفيه ضعف، وأصح منه ما رواه الترمذي أيضا بسند جيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالعبادة، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو طلب جلب النفع أو كشف الضر أو دفعه، وأما دعاء العبادة فهو يشمل كل قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، من صلاة أو زكاة أو حج أو صدقة أو غير ذلك من أنواع العبادة.
فدعاء العبادة شامل لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وأما دعاء المسألة فهو طلب فعل الخير من الله سبحانه وتعالى وكشف الضر أو دفعه. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا وخوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله أو هل أشركت في عبادة الله غيره؟ الجواب لا شك أنه سيقول نعم، إذ أنه صرف العبادة لغير الله. فمن دعا نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا فإنه قد أشرك، فإنه قد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا هو الشرك الذي جاءت الرسل بالنهي عنه والدعوة إلى تركه والتخلي عنه. ثم قال فلا بد أن يقول نعم. ثم قال رحمه الله فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول إيش؟ نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا، وهذا استدلال بما هو أظهر وأوضح لأنه يناقش في مسألة الدعاء، فبعد أن قررنا أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك، قطعا للمنازعة أو قطعا للإيراد ضربنا له مثالا واضحا ظاهرا وهو الذبح. فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالذبح له دون غيره فقال فصلي لربك وانحر. فإذا علمت هذا وأطعت الله وذبحت له أليس هذا عبادة؟ فسيقول نعم، فسيقول بلى هذه عبادة. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وإلا فإذا قال لا وكابر فلا معنى للشرك، ما هو الشرك إذا كان هذا ليس هو الشرك؟ ولذلك لا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، لأننا قد أجبنا على شبهته وبينا له من كتاب الله وسنة رسوله أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانوا يعبدون الملائكة، وكان منهم من يعبد الجن، وكان منهم من يعبد الصالحين وغير ذلك. واضح؟ وهذا هو الجواب على أي شبهة؟ الشبهة الثانية. الشبهة الثانية فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ إلا هل كانت في غير هذا؟ لا لم تكن في غير هذا، إنما كانت في هذه الأشياء، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد لله تحت قهره. ولذلك كان إذا وجه إليهم السؤال في من يملك ومن يدبر ومن يخلق ومن يرزق كانوا يقولون الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. وأظن لا ليس بعد هذا الجواب جواب، فهو أظهر جواب في الرد على هذا الملبس أو الملبس عليه.